كما تعرفوا كما والفت في الحلقات السابقة مع ديوان الصالحين. ديوان الصالحين ديوان الصالحين على ربي والوالدين. في ديوان الصالحين نبدأ هذا الأسبوع مع الوزير الأول عبد المجيد تبون اللي قرر يخرج في عطلة بعدما كان قال بأنه سيمنع الكثير من الوزراء باش يدوا عطلة هذه السنة لأنه رانا في سنة صعبة اقتصاديا واجتماعيا، ولكن الوزير الأول في نهاية المطاف قرر يعطي للوزراء عطلة ولو كانت قصيرة، وهو أيضا يأخذ قسط من الراحة بين 3 و13 أوت. البعض علقوا في الفيسبوك وقالوا بأن هذه العطلة توقيتها أيضا يعني يستحق النقاش لأنه جات بعد فترة صراع حول فصل المال عن السياسة، ولكن حتى حاجة ما تفصلت، إنما سيد تبون قرر يفصل نفسه عن العمل الحكومي ولو لفترة قصيرة. مليح مصطفى زبدين المسؤول يدي عطلة شوية باش يعاود يشارجي لي باتري. بطبيعة الحال لازم تكون هنالك ديناميكية، يعني كل إنسان محتاج الى نوفو سوفل. ونتمنى ان شاء الله، احنا دائما المسؤول لما يدي عطله يعني بون ما نتبعوش وين يروح المناطق ولا وين كيما في الغرب، ولكن دائما نقولوا باللي راهم دين عطله يا اخي، هما اصلا واش راهم يخدموا واش راهم يتعبوا باش يزيد يدي عطله؟ دائما كاين هاد التعليقات تاع الجزائريين. ودي نشوفوا احنا الساعه وين نروحوا عطله. صح. وكاين وزيره قررت باش تدي عطله، هي وزيره التربيه نوريه بن غبريط، ولكن خرجت بطريقه خاصه وهي التقطت صوره سيلفي مع كل اعضاء الوزاره او اطارات الوزاره. وهذه الصورة طبعا سيدة بن غبريط معروف بأنها تتعامل كثيرا مع وسائط التكنولوجيا، معظم القرارات الهامة نتاع الوزارة نتاعها تكون عبر موقعها سواء على تويتر ولا على الفيسبوك. ولكن سيلفي الوزيرة مع إطارات قطاع التربية دا بعد أيضا التعليقات الساخرة في الفيسبوك، ذكروها بسيلفي نتاع المعلمة صباح مع التلاميذ وقالوا هل السيلفي تاع المعلمة صباح حلال أو حرام، والسيلفي تاع الوزيرة مع إطاراتها حلال. وأيضا حطوا صورة السيلفي تاع الوزيرة بن غبريط مع تلاميذ يعانون من أزمة النقل المدرسي ويتم حشوهم وحشرهم في سيارة تصلح لكل شيء ما عدا لنقل البشر، وقالوا ماذا بنا أيضا دير سيلفي على الواقع الصعب تاع قطاع التربية. وفي الخبر الثالث في ديوان الصالحين هو خبر سينمائي صار العلامة، مرزاق علواش عرض في مهرجان وهران فيلم الوثائقي تحقيق في الجنة. مرزاق علواش قال بأن هذا الفيلم الوثائقي يحكي على علاقة الجزائريين بالدين وأيضا كيف ينظرون إلى الجنة، ولكن الشيء اللي ربما أثار الجدل وأيضا مرزاق علواش أصلا مثير الجدل وأنه قال بأنه حذف الكثير من التصريحات الصادمة والتي لا تتوافق مع نظرته الإيديولوجية للدين. هنا نسأل سارة العلامة، هل أنت كممثلة سارة يهمك عندما تدخلين في مشروع سينمائي توجهات المخرج أو طريقة تفكيره؟ طبعا، هي لأنه الممثل ديما يبعث رسالة للجمهور. أنا كسارة العلامة كممثلة لازم نكون داكور مع المخرج، لانه من بعد الناس راحين يفهم جوجي انا، مش راحين يقولوا هذه نظره المخرج، لاني انا اللي اخترت هذا الدور. دونك سي تري امبورطون بور موا الدور اللي نلعبو يكون يخرج عليا انا على ليدوكاسيون تاعي ثقافتي وديني بيان سور. وايضا الممثل يتحمل مسؤوليه، صحيح هي رؤيه المخرج هو اللي دافع في نهايه المطاف على المضمون، ولكن شفنا بعض الممثلين شاركوا في افلام تاع مرزاق علواش تحديدا مثل فيلم نورمال ولا حراقه، اللي كان هو يعطي رايه السياسي والممثل فيما بعد. انا هضرت مع ممثلين شاركوا في افلامه قالوا باللي احنا يعني تعاملنا مع النص مع الدور وما على بالناش الاهداف تاع المخرج اذا كانت اهداف سياسيه او هو كي الممثل اللي يقرا السيناريو لازم يكون ذكي، هو اصلا اي ممثل يعني ولا فنان لازم يكون ذكي جدا، لانه هذا الدومين واعر بزاف ونقدروا ندخلوا به في دي تونيل ما نخرجوش منهم. دونك انا كي نقرا الدور لازم نشوف الهدف وين راح يوصل، الهدف تاع المخرج ولا تاع السيناريو وين راح يوصلني، ونتعامل مع الشخصيه هذه اللي راح تبين، لانه احنا الجمهور كي لما يشوف الدور يشوفني كسارة العلامه ولا كممثل، ما يقولش هذاك الدور اكس ولا ايغريك اللي راهو
دونك هذه خاصة احنا في الجزائر، هذه حاجة صعبة بزاف لازم يتولوا منها الممثلين. وإن كان بعض الممثلين ربما أيضا يوافقون على العمل مع، ليس بالتحديد مرزاق علواش، وإنما بعض المخرجين، لأنهم معروفين باللي يروحوا لمهرجانات معينة يستقبلون ويضمنوا لهم أيضا جوائز، يعني جوائز في المهرجانات بشكل أو بآخر. العمل مع مرزاق وكأنه ضمانة للحصول على جائزة في مهرجان معين. أنا قبل ما نربح الجائزة وقبل ما نفرح في بلاد الناس لازم يكونوا فرحانين بيا ولاد بلادي، وفي الجزائر والجزائر تكون فرحانة بيا. أنا مش من هذه الفئة اللي تحلم غير بلي بخي. مليحة شبه هذه الجملة، كون عندنا جمهور كنا صفق عليها، بس ما عندنا جمهور لا غير ما يصفقوا احنا. يعطيك الصحة. ديوان صالحين انتهت، شفتوا خفيفة ظريفة هذه السمانة، ونروحوا إلى ناس السبور بعد ما نعاودوا نسمعوا ديوان صالحين نعثمن عريوت. ديوان صالحين، ديوان صالحين على ربي والوالدين.